بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده ميعادنا مع كره الطائره رجال، والجوله التاسعه ان شاء الله مع الاهلي وهليوبلس. المباراه ستقام في صاله الامير عبد الله الفيصل في تمام الساعه الرابعه، يعني بعد حوالي ساعه من الان. قبل ما نتناول اي شيء عن المباراه، الحقيقه بنحب ننعي الصحفي الكبير او الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي الذي وفاته المنيه النهارده. والنادي الاهلي حقيقه أصدر بيان يعني فيه الراحل العظيم الأهلي ينعي الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير عضو مجلس الشيوخ الأستاذ إبراهيم حجازي، والذي وفاته المنية اليوم. دعينا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه الصبر والسلوان، ويتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بخالص التعازي لأسرة الراحل الكبير ومؤسسة الأهرام ونقابة الصحفيين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحقيقة الأستاذ إبراهيم حجازي كل من تعامل معه يعني الحقيقة أشد له بحسن الخلق، والحقيقة كان راجل له مواقف، وكان يعني من أكبر الكتاب الصحفيين اللي رؤية، ربنا يرحمه، ترك سيرة حسنة لكل تلامذته. الحقيقة تتلمذ على إيده عدد كبير جدا جدا من الكتاب الصحفيين. نتمنى ليه الرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أسرته طبعا بالصبر والسلوان. نرجع لمباراتنا النهاردة. المباراة إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم هتقام الساعة الرابعة، الأهلي وهليوبلس، ده في الدور الثاني أو في الجولة التاسعة. إحنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين الكرة الطائرة رجال عبارة عن أكتر من مجموعة، المجموعة ست فرق. فرقتنا هي المجموعة الأولى، لعبنا دور الذهاب بالكامل، احنا في دور العوده. موعدنا النهارده مع هليوبلس. يمكن المباراه اللي فاتت كانت مع اسكندريه البترول، وكانت المفروض تقام في صاله الشطبي باتحاد اسكندري، ولكن تم تاجيلها بسبب سوء الاحوال الجويه. النهارده الجوله التاسعه هيكون المباراه الجايه سبورتنج، واكيد هيلعبوا مباراه اسكندريه البترول او هيلعبوها، الاتحاد هيحددها لاحقا. مباراه النهارده طبعا بتاتي في غياب بعض اللاعبين المصابين، وهنتناول ده مع ضيوفي ان شاء الله اللي بيشرفوني بعد الفاصل، الكابتن ممدوح اسماعيل وكابتن احمد زكريا بيشرفوني بعد الفاصل، كباتن مصر الكبار والنادي الاهلي. هنتكلم بكل التفصيل، وهنحط كمان الضوء على المجموعات الاخرى عشان حضراتكم تبقوا عارفين احنا بعد الدور ده هيتاهل الاول والثاني والثالث هنروح فين، هنلاعب مين. يعني جمهور النادي الاهلي بيتساءل، الحمد لله احنا يعني بنسبه كبيره جدا خلاص او يكاد يكون تربعنا على صداره المجموعه، ولكن النادي الاهلي بيبص كمان على الدور اللي بعد كده. اكيد هنتناول كل الامور دي، وهنتناول فنيا، وهنتعلق على المباراه اللي فاتت. طبعا يمكن السنه دي الحمد لله وفقنا ان احنا ننقل لحضراتكم اكتر يعني او عدد كبير من مباريات الكره الطائره عشان تبقى واقفين نشوف اخبار فرقتنا ايه، نبقى مقربين عن قرب. في انباء النهارده ان شاء الله نتاكد ده من ضيوفنا، ان المحترف الامريكي ان شاء الله هيشارك النهارده، برضه هنتاكد ده من مراسلنا بارض الملعب. استنونا بعد الفاصل وهنتكلم عن كل شيء، قوائم الفريق، الجهاز الفني، المجموعات، كل شيء عن المباراه وعن الدوري كره الطائره، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بفكركم ان شاء الله، بفكر حضراتكم هننقل لحضراتكم على الهواء مباشره مباراه الاهلي وهليوبلس في الجوله التاسعه في كره الطائره من صاله الامير عبد الله الفيصل في تمام الساعه الرابعه. في البدايه طبعا قبل ما نتناول المباراه فنيا وتحليليا، احب ارحب بضيوف النجوم الكبار، كابتن ممدوح اسماعيل نجم نجوم منتخب مصر السابق والنادي الاهلي وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن، نورنا واشتقنا لحضرتك حبيبي، وحشتني. منور الاستوديو. الله يخليك كابتن. معانا طبعا نجم نجوم منتخب مصر السابق وايضا النادي الاهلي وكمان مدير قطاع الناشئين الحالي في النادي الاهلي، كابتن احمد زكريا. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا كابتن، منورنا وبرضه اشتقنا لك يا كابتن. والله احنا طبعا مشتاقين لقناه الاهلي والماتشات الكره الطايره، نحلل وان شاء الله يعني نتمنى ان نستمتع بتحليلك يا كابتن باذن الله. كابتن ممدوح، اجل حضرتك النهارده محتاجين نستعرض مع الساده المشاهدين اهميه المباراه، كل فرقه داخله ازاي، يعني ايه اهدافها من ورا المباراه، يعني نتكلم باستفاضه عن المباراه. اتفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن الاهلي متصدر مجموعته، لعب 7 ماتشات، كسب كل الماتشات بنتيجه واحده 3-0، ودي حاجه تحسب للكابتن ميدو ان هو كمان بيلعب مجموعه كويسه جدا من الناشئين الحسيني وزياد وحمزه الصافي، وبيستفيد من الماتشات الكتير اللي بتتلعب في الادوار التمهيديه. يمكن الاتحاد السنه دي عمل نظام جديد، يمكن خده من الاتحاد الباسكت، اللي هو كمان الدوري الايطالي من فتره كان بيلعب بيه اللي هو البلاي اوف وحدك، فاللعيبه مبسوطين بالنظام ده. بس هو مشكلته البدايه انه بيلعب في الادوار التمهيديه ماتشات كتيره جدا عشان يحدد المراكز في المجموعه، اللي هو يمكن خلاص احنا اخر ماتشين فيهم
اللي هو الماتش المفروض الجوله التاسعه النهارده وفي ماتش متاجل مع اسكندريه للبترول. فالاهلي متصدر في ماتش سبورتنج لسه هناك. ما هو يعني هما دول الثلاث ماتشات اللي فاضلين وانها واحده هتلعب منهم النهارده، فان شاء الله النهارده الاهلي يتسيد الموقف من البدايه، لان فرقه هليوبلس فرقه مجموعه من الشباب متكونه من اولاد كابتن صديقنا شريف الشمالي وفي نفس الوقت زميلنا محمد عادل رأفت يوسف عادل رأفت واحمد العسقلاني، فمجموعه من الشباب بيلعبوا بهليوبلس بيلعبوا بحماس، فهيكون ماتش كويس ان شاء الله. طب قول لي يا كابتن، يعني هليوبلس برضو نلقى عليها نظره، هليوبلس داخله اكيد بطموحات، هي في المركز الثالث في المجموعه، هنستعرض المجموعه بالتفصيل، بس اكيد النهارده بتقول لك انا لو خدت شوط من النادي الاهلي اكيد برضو هيفيدني في الدور الثاني، ولا ايه يا حضرتك؟ هي مجموعه كويسه بيلعبوا مع بعض بقالهم سنين طويله من قطاع الناشئين، طالعين مع بعض بيلعبوا باريحيه، بيلعبوا الفولي للفولي، ففي اندماج وفي استمرار بينهم، وفي اهتمام نادي هليوبلس السنه دي ان هو كمان جاب كابتن ياسين امين رئيس جهاز لنادي هليوبلس السنه دي سواء لاولاد وبنات، فعايزين يعملوا طفره ويرجعوا النهر تاني لنادي هليوبلس تاني، وفي اهتمام في النادي، فالنهارده اكيد هيكون ماتش كويس ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن احمد، يعني راي حضرتك في المباراه وتوقعاتك برضو واهميه المباراه بكلا الفريقين. لا، هو بالنسبه للاهلي والماتش طبعا، يعني الاهلي بيدخل المجموعه الدور التمهيدي ده يعني بيبقى هدفه خالص ان هو بيبقى هو الاهلي بيلعب على البطوله، فبيبقى كل اعداده وكل الهدف بتاعه هو الادوار النهائيه. نعم. فهو بيدخل بحمل عالي، بيدخل يعني بيبقى الماتش بالنسبه له يعني بيدي فرصه للعيبه كلها ان هي تلعب، كلهم يبقى جهازه، بس مع الحمل التدريبي العالي. نعم. الاهلي ما قدرش يدخل التوب فورم مثلا في الماتشات الدوريات التمهيديه، عشان هيبقى هو مش هدفه ان هو يعني هو كده كده الادوار النهائيه طبعا أكيد. بيوصل النهائي، فهو طبعا الحمل التدريبي بيبقى عالي جدا، التدريب بيبقى مستوى عالي، ما بيقدرش يخفف الحمل عشان الماتشات المجموعه الاولانيه، فبيبقى هو داخل ماتش ضامن الماتش ان شاء الله، طبعا بيدي فرصه لكل اللعيبه، يعني بنشوف تقريبا كل الشوط بيلعب بتشكيل مختلف، ما لسه ما ثبتش التشكيل بتاعه في الماتشات كلها، بيدي فرصه لبرضه، ودي يعني حاجه كويسه جدا، بيدي فرصه للعيبه الصغار السن واللعيبه الناشئين، يعني عندنا محمد طارق الصغير موجود، عندنا حمزه الصافي موجود، عندنا زياد اسامه برضه، يعتبر الحسيني لسه برضه اول سنه يصعد فيها، زياد العقدون برضه، يعني هو دي ميزه ان هو بيبقى يعني اللعيبه دي بتكمل له القايمه بتاعته. نعم. ان الاهلي مثلا قايمه 16 او 18 لاعب، ما يقدرش يجيب 18 لاعب في مستوى واحد، صحيح، فدايما او الثالث مثلا بيبقى عندنا مثلا مركز اثنين، الثالث دايما يبقى لاعب ناشئ عشان هو يعوض النقص، ويبقى ده يعني تكامل الاجيال بعد كده، مثلا زي نظره لمستقبل النادي، مستقبل يعني النادي يعني استفاد من ده ان انا اجهز الاولاد لمستقبل النادي، ودي النظره دي النظره للادوار التمهيديه، ان هو بيدي فرصه لكل اللعيبه وكل اللعيبه تبقى جاهزه بدون حمل الماتشات، ان حمل الماتشات برضه يعني لسه بيبقى ضعيف، ممكن لاعب يلعب شوط او شوط ونص شوطين، لكن ما فيش حد يعني كابتن ميدو ما اديش يعني واحد الماتشات كلها او الماتش كله يعني فيها، فبيدي فرصه ده بالنسبه للنادي الاهلي. نادي مثلا نادي هليوبلس بيبقى داخل الادوار التمهيديه دي، هم لازم يبقى اللي عنده هو الحمل التدريبي بتاعه ده اقصى حاجه عنده، عشان يوصل لدور الدور، فده الهدف بتاعه، ان هو الهدف الاساسي بتاعه ان هو يوصل لدور 12، بعد كده يدور على دور الثمانيه، ففي الاهداف بتختلف بين التمرين الحمل التمريني واللعيبه، ممكن بيبقى اللعيب النادي هليوبلس بيبقى مثبت التشكيل بتاعه وبيلعب احسن تشكيل عنده عشان يوصل الدور، عشان يوصل الدور بيها، فهو ده الهدف ان هو بيتمرن عليها، فهو لازم يوصل للتوب فورم بتاعه في الادوار التمهيديه. تمام فدي طيب اكيد يا كابتن ممدوح، يعني محتاجين برضه نستعرض مع الساده المشاهدين المجموعه موقفنا فيها وموقف الفرق الاخرى ومن ضمن تاهل للدور اللي بعد كده، وهناخد مجموعه مجموعه، نبتدي بمجموعه النادي الاهلي، اتفضل يا كابتن ممدوح. بسم الله الرحمن الرحيم. كان النادي الاهلي لعب 7 مباريات، كان الفوز في السبع ماتشات عنده 21 نقطه، يليه نادي سبورتنج لعب 7 ماتشات كسب 6 خسر 1 عنده 18 نقطة. هليوبلس في المركز الثالث لعب 7 مباريات كسب 5 خسر ماتشين عنده 14 نقطة. الظهور لعب 8 مباريات أزيد من الثلاث فرق اللي فاتوا، كسب 3 خسر 5 عنده 8 نقط. الإعلاميين لعب 8 مباريات
كسب واحده خسر سبعه. اسكندريه للبترول لعب سبع مباريات خسر السبع مباريات، عنده بونتين من ماتشين طلعوا 3-2. طب احنا كده بياخدوا الاول والثاني والثالث من كل مجموعه بالزبط. فكده خلاص بيتهيألي حتى الهليوبلس صعب، حتى لو خسر من الزهور هيبقى فرق مباراه برضو، يعني هو فرق بينهم بعض مباراتين، هو ده فايز خمسه اللي هو الهليوبلس والزهور فايز ثلاثه. هو بالنسبه يعني 95% المجموعه دي اتحسمت واغلبيه المجاميع اتحسمت الا في المجموعه الاخرانيه بتاعه الاتحاد اللي هي لسه فيها شويه منافسه كلام، لسه على المركز الثالث والرابع. يعني كده خلاص الاهلي سبورتنج هليوبلس ضمنوا التاهل من المجموعه دي بالنسبه يعني لسه الظهور، بس لازم يعني كل لازم يكسب كل ماتشاته والفرقه الثالثه تخسر كل الماتشات عشان يجي الحاله الوحيده اللي هي فرق الاشواط. برضه فرق كتير قوي بين اليوبلس والزهور، اليوبلس عنده 15 شوط وعليه 8، الزهور ليه 10 وعليه 18. الموضوع صعب يعني، هي موضوع صعب بس لسه ما لسه في امل يعني بس هو اليوبلس لو كسب الزهور النتيجه المباشره خلاص، وحتى الزهور لو كسب ماتشاته كلها ماتش اليوبلس هيبقى محتاج اليوبلس تخسر الماتش الاخير. انا ما اعرفش هيبقى معاهم مين، بس بيتهيألي بنسبه كبيره بتبقى الامور كده حسمت يعني محسومه بنسبه كبيره. طب كابتن احمد عاجل، حضرتك محتاجين برضه احنا لما هنطلع من الدور ده هنروح للاعب الاول والثاني والثالث من المجموعه الثانيه اللي هيكون فيها هيتاهل منها ثلاثه وهنلعبهم رايح جاي، فاستاذن حضرتك تستعرض المجموعه اللي احنا رايحين عليها ومين ضمن التاهل من المجموعه دي. احنا رايحين المجموعه الثالثه هيبقى فيها الجيش بتروجيت مصر البترول والقناه واكتوبر وطنطا. تمام. وطبعا الطبيعي الجيش متسيد الموقف، ليه لعب 8 مباريات عنده 24 نقطه وكسب الثمانيه تمام. نيجي بتروجيت برضو فرقه يعني الاهلي هيبقى مجموعته ان شاء الله الدور الثاني، وده الكويس ان احنا عايزين الاهلي يلعب مع ماتشات اقوية يعني عشان تبتدي اللعيبه تدخل بقى جو منافسات يعني جو منافسات وجو التدريب استعداد للادوار الاقصائيه بعديها على طول ان شاء الله. فهيبقى ثاني فرقه بتروجيت لعب 7 ماتشات كسب 6 وخسر 1 وليه 17 نقطة. يجي الفرقة الثالثة مصر البترول لعب 8 ماتشات كسب 3 وخسر 5 وليه 11 نقطة. نيجي القناة بعد كده 7 ماتشات كسب 3 وخسر 4 وليه 8 نقط، وبرضه دي يعني عشان كده بقول لسه المجموعة ما اتحددتش لسه. في فرقتين مصر البترول كاسبين 3 ماتشات 6 اكتوبر. لا بس خلي بالك يا كابتن القناه لعب 7 ماتشات بس. ما بقول لحضرتك لسه لسه يعني مصر البترول لعب 8 كسب 3، ممكن القناه لو كسبت الماتش الجاي تاخد ثالث. ان مصر بتقول عنده ماتش مؤجل مع الجيش فبرضه دي بالظبط. لا طنطا واكتوبر لسه عندهم ماتشات والقناه وبتروجيت تمام. طب اكتوبر جاي في المركز الخامس عنده 7 لعب 7 ماتشات كسب 2 وخسر 5 وليه 6 نقط. وفي اخر الفرقه طنطا لعب 7 مباريات خسر 7 ملوش ولا نقطه، فيعني هتبقى بين مصر البترول والقناه يعني احنا بشكل كبير او يعني بنسبه كبيره الجيش وبتروجيت خلاص دول ضمنوا اول وثاني، وبين مصر البترول والقناه ده اللي هياخد مركز تاني ودول هنروح عليهم بعد كده نلعبهم. ده الدور الجاي فرقتين كويسين هيبقى فرقتين البترول الجيش وبتروجيت ده، ودي حاجه كويسه للنادي الاهلي ان هو يبتدي بقى بالظبط يلعب ماتشات قويه، وده اللي هو احنا يعني ده بتخلي لعيبه يتحمس، لعيبه يبتدي بقى يحافظ على نفسه يبتدي صحيح. يبقى كابتن ميدو برده حاطط التشكيل الاساسي بتاعه. بس خلي بال حضرتك برده عندي ملاحظه برده يا كابتن، لو احنا قلنا مثلا الجيش بتروجيت مصر البترول تاهلوا او حتى القناه الماتشات يعني مش ما فيهاش سفر، يعني مثلا ما فيش اسكندريه يعني القناه هنا في الاسماعيليه تبقى الدنيا قريبه عندك ممكن تروح تيجي في نفس اليوم يعني قصدي اقول حمل السفر هيبقى اقل. دي طبعا ملحوظه اقتصاديه لا مش اقتصاديه انا كنت بقى لسرك لما كنت اطلع اقعد اسافر التعب ما كانش في الماتش دي حقيقه التعب ان انا اشيل شنطتي واروح واقعد في معسكر فهو اليوم اللي قبله حمل التمرين بيبقى اقل وبعدين الماتش بعدين ثاني يوم بيبقى جاي تعبان فالتمرين هي بتبقى لتقنين الحمل التمرين صح يعني مش اقتصادي بس والله يا كابتن لا ده مهم جدا يعني انا كنت بتفرج الاسبوع اللي فات على ماتش نادي الجزيره ونادي سموحه في اسكندريه بنات تمام طب الترتيب الجزيره في الجدول العاشر واخد بال حضرتك وسموحه كان الثامن لو الماتش ده كان اهميته ان الجزيره لو كسب هيتأهل في المنطقة الدافية فبالتالي مش هينزل وينافس انه ينزل على الهبوط فهي نظرة اقتصادية النهارده اما تنزل للهبوط في 12 فرقة في دوري البنات وخبر حياتك مستريحين واغلبتهم من القاهرة
وجزء صغير من اسكندريه. فانت كل السفريه بتسافر مره او اثنين وخلاص. لو نزلت في الهبوط كل الفرق في الاقاليم فهتسافر مواصلات وفنادق. فانت النهارده الانديه في انديه بتهتم ان هي بتدعم فرقها، وفي انديه واخبار حياتك محتاجه تلقي نظره ان تكمل تدعيم للفرق علشان يفضل في الدوري الممتاز. صحيح صحيح يا كابتن. طيب خلينا يا كابتن ممدوح بقى بالمناسبه احنا محتاجين برضو نستعرض المجموعتين الباقيين. دي حقيقه. احنا خلاص يعني قلنا المجموعتين اللي يهمونا مجموعه النادي الاهلي او اللي احنا انفولف فيها، مجموعه الاهلي والمجموعه اللي احنا رايحين لها بعد كده. المجموعه بقى بتاعه الزمالك اللي هي المجموعه الثانيه، ترتيبها ايه وضعها ايه؟ اتفضل يا كابتن. ويمكن انا اتفرجت على ماتش الزمالك والشمس الاسبوع اللي فات، وفي نفس الوقت كان الطيران والترسانه، كانت المنافسه شديده جدا. وكان الماتش اللي قبله وخبر حياتك نادي الطيران والشمس، كان الماتش طلع 3-2، كان ماتش صعب جدا برضو. الفرق دي كلها بتنافس من 2 لحد 4، فهي دول داخلين المنافسه مين اللي هيطلع ويصعد الدور الايه اللي بعد كده. فهنا الزمالك متصدر مجموعته بثمان مباريات، كسبهم الثمانية، عنده 24 نقطة. يمكن برضه من الملحوظات في الدوري السنة دي إن الزمالك والأهلي والجيش محافظين نتيجة النقط على كلمة 3-0 وعلى النقط الكاملة في الماتشات اللي لعبوها. فإحنا هنا برضه هيبان لنا قوة الفرق اللي بتلعب السنة دي. ممتاز. وأخبار حياتك؟ فيجي بعديهم الترسانة 15 نقطة. دي مفاجأة بالنسبة لي يا كابتن. الترسانه تخش تاني في مجموعتها علشان نادي الترسانه اهتم، وده اللي انا بقوله ان الترسانه ما اهتمت ولم لعيبه كويسين ودعم وعمل موازنه كويسه السنه دي وجاب لعيبه كويسه، دخل في المنافسه ولقى نتيجه. فاحنا بنقول لبقيه الانديه، النادي اللي مهتم النهارده في قناه النادي الاهلي بقى لها اكتر من كام سنه بتذيع وبتعمل استوديوهات تحليليه وفي اهتمام بالكره الطايره في قناه اون سبورت، وخبر حياتك بدات الاتحاد ياخد الماتشات ويذيع جدول الدوري كله للرجال والسيدات، ففي اهتمام النهارده من الاتحاد ومن الدوله ومن قناه النادي الاهلي كانت سباقه. فاحنا هنا ليه الانديه النهارده ما اهتمش بالكره الطايره عشان نعمل نهضه للمنتخبات القوميه. الجميل في الترسانه ان هي خسرت المباريتين اللي خسرتهم من الزمالك بس، لان هي لعبت خسرت ماتشين رايح جاي، ملعب الزمالك رايح جاي، خسر من الطيران. لسه الماتش النهارده. صحيح لسه النهاردة. صح ماتش الزمالك لسه النهارده. الزمالك وال هتلاقي الزمالك والترسانه النهارده. هو خسر من الطيران الماتش اللي فات 3-0، وده كان يهم الطيران لان الطيران كان خسران من الشمس الماتش اللي قبله. فكان الماتش بتاع الترسانه كان صعب جدا عليهم وعملوا ماتش كويس جدا. خلينا نستعرض بقيه كده الموقف المجموعه كابتن. احنا قلنا الزمالك اول، الترسانه ثاني، الطيران. دي حقيقه. الطيران لعب 8 ماتشات، كسبان 4 وخسران 4، عنده 15 نقطه. تالت. الشمس وخبر حضرتك 8 ماتشات، كسب 3 خسر 5، عنده 10 بونت. وهنا المسافه وسعت بين الطيران والشمس 5 نقط طبعاً. فصعب التعويض طبعاً. فهنا برضو المجموعه دي اتحددت بنسبه 95% الزمالك والترسانه والطيران. بس هل احنا بنبص على النقط زي يعني احنا دلوقتي في الترتيب يهمني النقط ولا يهمني عدد المباريات المكسب؟ النقط نمره واحد، نقط رقم واحد طبعا. تمام طبعا. احنا بس بنوضح ليه، لان في لبس مع الساده المشاهدين. واحد يقول لك لا انا كسبان 3 ماتشات بس عندي، ما انت كسبتهم كام؟ ما هو انا النهارده بحدد حسب لائحه الاتحاد، زي ما كان حصل السنه اللي فاتت كنا بيبص لنقط كم ماتش كسبهم وخبر حياتك، لان في فرق بتكسب 3-2 وبتاخد نقط اقل. تمام. لان 3-2 بياخد بونتين بس والخسران بياخد بونت. الخسران بياخد بونت. كانت اللائحه بتقول اللي هكسب عدد ماتشات هو اللي ليه الاولويه في الترتيب. نعم. هل السنه دي هيطبقوا نفس القصه؟ هو ده السؤال. ان اللائحه ما جاتلناش لحد وقتنا هو ده السؤال. يمكن الادوار الترتيبيه مش هتفرق قوي، انما هتفرق كتير في الدور الثاني. طب خلينا نكمل يا كابتن. يمكن الطيران اهو، الشمس في المركز الرابع. الشمس كسب 3 ماتشات خسر 5، عنده 10 نقط. ديجي دلفي في الترتيب الخامس، لعب 7 مباريات، كسب ماتشين خسر 5، عنده 5 نقط. يجي بورسعيد في الترتيب السادس، لعب 7 خسر 7 ماتشات، ما عندوش ولا نقطه. تمام. يعني المجموعه دي يا كابتن باللي احنا شايفينه الزمالك والترسانه ضمن التاهل للدور اللي بعد كده، وبنسبه كبيره والطيران بنسبه كبيره هو اللي هيتاهل برضو، ممكن الطيران والشمس لسه برضو الدنيا يعني في الملعب. يعني محتاج الشمس يكسب كل ماتشاته والطيران يخسر كل ماتشاته. معجزه. يعني هو بنسبه كبيره الطيران. طيب كابتن احمد اجل حضرتك المجموعه الاخيره اللي هي تبقى المجموعه اللي هيرد عليها مجموعه نادي الزمالك اللي هي المجموعه الرابعه. اتفضل يا كابتن. المجموعه الرابعه فيها الاتحاد السكندري وسموحه وايسترن كامبوني
والداخليه والمنيا وبني سويف. طبعا يعني في تقريبا هم متساويين في الاتحاد وسموحه مع بعض. يعني الاتحاد لعب 7 مباريات كسب 6 وخسر 1 ل 19 نقطه. سموحه لعب 7 مباريات كسب 6 وخسر 1 ل 18 نقطه. الايسترن كامبي لعب 7 مباريات كسب 4 وخسر 3 ل 12 نقطه. الداخليه لعب 7 مباريات برضه كسب 3 وخسر 4 على 7 نقط. فيعتبر ان هم يعني خلي بالك كابتن في ملاحظه، المجموعه دي كلها لعبت 7 ماتشات لان دي اسكندريه، سوء الاحوال الجويه اجل ماتشاتهم كلها. اللي كان في طرف معانا في المجموعه بتاعتنا في رايح اسكندريه اجلت له مباراه. فاذا هو النهارده المجموعه دي عندها مباراه اقل من المجموعات الباقيه، بس بشكل كبير زي ما حضرتك قلت كلها سفر، كلها سفر يعني يعني سويف لا شكلها اتضح بتضع يعني بشكل كبير. يعني الاتحاد وسموحه تاني خلاص اول تاني هي يعني برضه هيبقى ايسترن كامبلي والداخليه الشرق الشرقيه عندك كويسه، هي فرقه كويسه طبعا يعني يعني بس بتهيألي بص بس خلي بالك كابتن هي قريب من الداخليه النقط قد ايه؟ النقط بتاعت 12 و7 يعني كامبلي. لا الشرقيه ايسترن كامبلي 12 والداخليه 7 12 و7 لا الدنيا وسعت 5 بونت برضه مسافه بعيده الدنيا وسعت بس في 3 ماتشات ب9 نقط يعني ما نقدرش نقول يعني بس يعني بشكل كبير نظريا لسه لكن هي عمليا طبعا صعبه يعني بالظبط. يعني يا كابتن احنا ممكن كده مع الساده المشاهدين نلخص الموضوع نقول لهم الفرقه اللي هتأهل للدور اللي بعد كده بشكل كبير. يعني كابتن احمد نمسك مجموعه سريعا كده يعني بسرعه نقول اللي بشكل كبير مجموعتنا مثلا مجموعه الاهلي يعني الاهلي وسبورتنج وهليوبلس يعني ادي 3 نروح على مجموعه الجيش وبتروجيت مصر البترول بنسبه كبيره يا كابتن دي حقيقه لان هو طبعا 11 و8 برضه 4 نقاط يبقى كده ادي 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 6 فرق فاضل 3 من مجموعه الزمالك والترسانه والطيران وتقريبا هم دولت والاتحاد وسموحه والشرقيه للدخان تقريبا هم دولت ال 12 فرقه اللي كانوا محددين في قبل يعني التوقعات مفيش حاجه مفاجاه كانت اللجنه يعني اللجنه الداخليه قبل كده اللجنه المؤقته كانت عامله 12 الدوري 12 فرقه في الاول وتقريبا هم دولت ال 12 فرقه صحيح. طيب خلينا كابتن استاذنكم نروح لارض الملعب وزملائي الاعزاء كريم احمد وهنا ابو القاسم من ارض الملعب ينقلنا الاجواء. اتفضل يا كريم. برحب بيك طبعا في البدايه كابتننا كابتن هيثم السعيد وكل التحيه ايضا كمان لكابتننا الكبار كابتن ممدوح اسماعيل وكابتن احمد زكريا وايضا كمان برحب بيك هنا النهارده. يمكن مباراه جيده النهارده بنتمناها ان شاء الله نشوفها على صاله الامير عبد الله الفيصل الاهلي وهليوبلس. مباريات صعبه بالنسبه الحقيقه لفريق النادي الاهلي الكره الطايره لكن معودينا بادائهم الرائع والمميز جدا 3-0 النتائج حتى هذه اللحظه. بنامل ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في ادائه المميز ويكون ايضا كمان نقاط المباراه من نصيب النادي الاهلي. برحب بيك هنا النهارده. برحب بيك يا كريم، برحب بيك كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني خلاص دقائق قليلة بتفصلنا عن بداية المباراة، مباراة الأهلي وهليوبلس ضمن منافسات الجولة 9 من بطولة الدوري والدور التمهيدي. يعني حتى الآن زي ما قال زميلي كريم النادي الأهلي ماشي بخطة ثابتة جدا بيفوز في جميع المباريات. يعني بالتفصيل هنتكلم عن مباريات الذهاب، قدر يفوز على الإعلاميين ظهور اسكندرية للبترول هليوبلس وسبورتنج، أما عن مباريات العودة قدر أيضا يفوز على الإعلاميين وظهور. تم طبعا تأجيل مباراة اسكندرية للبترول بسبب سوء الأحوال الجوية اللي كان المفروض تقام يوم الجمعة الماضي. متبقي ليه في الدور التمهيدي مباراتين، مباراة النهاردة أمام هليوبلس وأيضا المباراة الأخيرة هتكون أمام سبورتينج. يعني بنتمنى طبعا لفريقنا كل التوفيق وتحقيق اللقب الخامس على التوالي من بطولة الدوري، ويمكن ده هدف الفريق في الوقت ده. كمان حابة أقول لكم إنه إن شاء الله بعد كده هيتأهل أول 3 من الـ4 مجموعات وهيعملوا بعد كده مجموعتين، كل الفرق هتلاعب الفرق اللي ما واجهتهاش في الدور التمهيدي وان شاء الله الاهلي هيكون من هذه الفرق. يعني طبعا يا زميلي كريم النادي اي نادي بيواجه النادي الاهلي بيكون على اتم استعدادات، كلمنا بقى عن استعدادات فريق هليوبلس لمباراه اليوم. بالتاكيد طبعا هنا وكابتن هيثم طبعا انت عارف مش معنى النتيجه تكون 3-0 هي تكون مباريات سهله، لكن الحقيقه يمكن المباراه الاولى اللي جمعت هليوبلس في صاله هليوبلس انتهت ب 3-0 لكن كان في نديه كبيره جدا لان الحقيقه فيها دي المباراه والتحضير كمان
كمان الجيد جدا، لان احنا الحقيقه النادي الاهلي يمتاز بالمجموعه الرائعه جدا، الشباب والخبره متواجدين في فريق كره الطائره، وايضا كمان الجهاز الفني على اعلى مستوى، سواء الكابتن ميدو مصلحي، كابتن تامر تايجر، كابتن محمود جمعه، الحقيقه قايمين بدور كبير جدا، والخبرات الحقيقه كمان اللي متواجده مع فريق النادي الاهلي، عبد الله عبد السلام، وايضا كمان احمد صلاح، الحقيقه الكل بيجتهد بشكل كبير جدا. النادي الاهلي الحقيقه في الكره الطائره مميز بشكل كبير جدا، حاصد لكل البطولات اللي بيشارك فيها، فان شاء الله باذن الله يعني مع الادوار القادمه ومع مباراه اليوم النهارده نبدا نشوف بقى الفورمه والتوب فورم بالنسبه ان شاء الله النهارده لفريق النادي الاهلي الكره الطائره. مباراه النهارده بناملها وبنتمناها ان شاء الله الكل طبعا هيتابعها من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، جمهورنا العظيم النهارده هيتابع هذه المباراه، وبنعمل ان شاء الله باذن الله هذه المباراه تكون من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. يعني طبعا يا كابتن هيثم المباراه هتكون بدون جماهير، ده طبعا ايمانا من النادي الاهلي وحفاظا على سلامه الاعضاء، يعني يمكن الجماهير بتكون داعم كبير جدا لكل لاعبين النادي الاهلي، لكن رجال النادي الاهلي ان شاء الله هيكونوا قد المسؤوليه ويقدروا ينهوا المباراه لصالحهم. يمكن كمان خلوني اقول لكم انه حتى الان فازوا في جميع الاشواط، ان شاء الله كمان ينهوا مباراه اليوم بنتيجه 3-0 ويفوزوا في جميع الاشواط. يعني يا كابتن هيثم انا وكريم هنكون معاكم طوال المباراه، وبعد المباراه كمان هيكون في لقاءات خاصه جدا فقط وحصريا على شاشه قناه النادي الاهلي، لو عند حضرتك اي استفسارات. كريم احمد وهنا ابو القاسم زملائنا من ارض الملعب بشكركم شكرا جزيلا، الحقيقه انتوا غطيتوا كل الجوانب، وان شاء الله هنتابعكم كمان بعد المباراه عشان لقاءاتنا طبعا الجميله اللي عودتونا بيها باذن الله. خلينا ارجع لكباتني في الاستوديو كابتن ممدوح، يمكن محتاجين برضو نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه الفريق، نبتدي بقائمه الفريق، قائمه النادي الاهلي، ونستعرض كمان مين المصابين مين الغيابات. اتفضل يا كابتن. عندنا الجهاز الفني للكره الطايره رجال النادي الاهلي، كابتن محمد مصلحي مدير فني، كابتن تامر مجدي مدرب عام، كابتن محمود جمعه مدرب، كابتن خالد ابو زينه مدير اداري، كابتن ايمن علي اداري، الدكتور ايهاب فخر الدين طبيب، الدكتور سامح ظلام علاج طبيعي، الدكتور حسن عبد المجيد مخط احمال، كابتن محمود الوزير محلل تقني، كابتن عبد الرحمن مكي مدلك، كابتن احمد رشاد مهمات. تمام، نيجي هنا لو عايز نقول القائمة اللاعبين. طبعا قائمة اللاعبين بعد اذن حضرتك، وعايزين برضو بعد ما نقول القائمة نقول المصابين مين اللي هيغيب النهارده. نبدا النهارده بالكابتن نجم منتخب مصر والنادي الاهلي كابتن عبد الله السلام رقم 2 صانع العاب، عبد الحليم عبه رقم 3 ضارب من مركز 3، كابتن احمد صلاح رقم 4 ضارب من مركز 2، محمد عصران الوافد الجديد رقم 7 ضارب من مركز 4، عبد الرحمن الحسيني المتألق في المباريات السابقة رقم 8 ضارب من مركز 4، محمد معوض بن ألف سلامة عليه من الحادثة السابقة نجي نفس المباراة دي في الدور، ربنا نجاه الحمد لله، بندعي له بالشفاء وعودة حميدة، النهاردة هيلعب أساسي، رقم 9 ليبرو الفريق، كابتن احمد عبد العال رقم 11 ضارب من مركز 4، كابتن حسام يوسف رقم 12 صانع الالعاب الثاني لفريق النادي الاهلي، يوسف مرجان رقم 14 صانع العاب اللي هو راجع من نادي بتروجيت بعد الاعاره، محمد عبد المحسن الوافد الجديد من نادي الزمالك رقم 16 ضارب من مركز 3، محمد طارق الصغير هو صغير ولعيب ممتاز ليبرو الجديد للنادي الاهلي بدل محمد رمضان في مباراة اليوم ليبرو، احمد سعيد رقم 18 الفتى الطائر ضارب من مركز 4، زياد اسامه الاشول بعد اللاعب احمد صلاح المتالق، اللي يعني انا يعني بحب احمد صلاح كون ان هو لاعب ناشئ صغير ويديله الفرصه وميدو بيديله الفرصه وبيقف يشجعه وبيقف يصلح له في الملعب، انا يعني ده النادي الاهلي حاجه فعلا تحسب لنجم النادي الاهلي كابتن احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، ضارب من مركز 2، حمزه الصافي ابن نجمنا الكبير حمد الصافي رقم 20 وضارب مركز 4. تمام كابتن احمد، استاذن حضرتك نستعرض الجهاز الفني واللاعبين لنادي اليوكلس. بس على لا طبعا اتفضل يا كابتن اتفضل. نحن دلوقتي عندنا 2 مصابين من مركز 3، فاحنا عندنا في القايمه 2 بس، ودي يعني ربنا يسلم ان هو ما يحصلش مشكله. طب يا كابتن خلينا برضو اكيد حضرتك عندك معلومه للغايبين النهارده مين برضو؟ يعني انا عبد الرحمن سعودي شرخ صباعه، محمد عادل كان الماتش اللي فات كان جاله سبرين انكل،
في لسه اللاعب المحترف برضه لسه ما رجعش النادي المتحدة، واحمد قطب لسه كتفه تعبان برضه، احمد قطب، وعندنا محمد رمضان، محمد رمضان دولة الخمسه ان شاء الله. الحمد لله ان لهم كل الشفاء يا رب ان شاء الله، ونتمنى طبعا ان الكل يبقى سليم وكل يبقى ان شاء الله صحه جيده. ربنا يسلم للعيبه مركز ثلاثه ان احنا اثنين بس دولت يعني، ربنا يشفي ادنى ادنى حاجه في القائمه تكون اللعيبه اثنين يعني. ربنا يشفي. بس ليه يا كابتن يعني كابتن ميدو ما يستعينش بلاعب من فرقه 19 سنه في مركز ثلاثه؟ مين مثلا كابتن ممكن يشوف ممكن يلعب؟ عندي اكثر من كذا لاعب في مركز ثلاثه، يمكن كابتن احمد زكريا مدير قطاع الناشئين عبد الله اسامه، بس يمكن كابتن ميدو استعان بيه شويه في التدريب وبعد كده بدات الماتشات، فيعني ابتدت الماتشات فهو يعني اساس ان هو عنده اربع لعيبه بس، هو يعني مصادفه ان يحصل اثنين اصابات للمركز واحد. هو كابتن محمد مصطفى ميدو قال كده في الصحيح، اللقاء اللي كان بعد المباراه مباراه الزول اللي فاتت، وقال ان انا يعني مش محظوظ ان الاصابات بتيجي في مركز واحد، مركز واحد بس. طب كابتن استاذ حضرتك يعني الجهاز الفني واللاعبين لفريق هليوبوليس نستعرضهم مع بعض، اتفضل يا كابتن. طبعا كابتن ياسين امين طبعا ده لاعب النادي الاهلي وكان مدير اداري للنادي الجيش، ودلوقتي هو رئيس الجهاز نادي هليوبوليس، وكان عضو الاتحاد. كان عضو الاتحاد السابق. في الكابتن احمد عاشور برضه مدير فني، وكان مساعد المدرب الاجنبي الهولندي، هو كان مساعد المدرب في 2019. في كابتن محمد سليمان برضه ده كان لاعب في النادي هليوبوليس وهو المدرب العام. في الكابتن محمد حسن خليل برضه كان مساعد مدرب وبرضه كان لاعب في نادي طيران. في الكابتن العربي محمد عبد الشافي محلل تقني. الكابتن احمد البرديني مدير اداري. كابتن محمد رمضان اداري. الدكتور بلال محمد مخطط احمال. تمام يا كابتن. الدكتور بلال مرسي محمد مخطط احمال. طب خلينا نروح للقائمه يعني برضو نستعرض اللاعبين ونتوقف طبعا عند ابرز الحلول او مفاتيح اللعب في طبعا فريق هليوبوليس. في عبد الرحمن فوزي رقم واحد ضارب مركز اربعه. في احمد رضا عبد القادر رقم اثنين صانع العاب. عمر شريف عبد الحليم مركز ثلاثه ضارب مركز ثلاثه رقم ثلاثه وضارب مركز ثلاثه. وعمر شريف ده كان في الناشئين النادي الاهلي والشباب وكان عضو برضو الفريق القومي لل هو. اعتقد ان هو النادي الاهلي مطلعه اعاره السنه دي او سنتين، واخد بالك وهيرجع تاني ان شاء الله لو ثبت نفسه. احمد طارق محمد عاشور رقم اربعه ضارب مركز اربعه. علي احمد محمد امين رقم سته ضارب مركز اربعه. عمر شريف حمدي الشمرلي رقم سبعه ضارب مركز اربعه، ده ابن الكابتن شريف الشمرلي. يشوي يوسف منير رقم ثمانيه ليبرو. احمد فهمي عبد الوهاب رقم تسعه ضارب مركز مركز أربعة. محمد شريف حمدي الشميرلي برضو ابن كابتن شريف رقم عشرة وليبرو. محمد عمر محمد الحسيني رقم 11 ليبرو. أحمد محمد مجد العسقلاني رقم 12 ضارب مركز ثلاثة. يوسف محمد عادل رأفت رقم 14 صانع الألعاب. مصطفى ياسر حسن رقم 15 ضارب مركز ثلاثة. محمود هشام عزت رقم 16 ضارب مركز ثلاثة. محمد علي محمد عبد الحميد رقم 18 ضارب مركز 2. احمد محمد مصطفى حسن رقم 19 ضارب مركز 2. مروان مجاهد مصطفى رقم 20 ضارب مركز 4. عبد الرحمن محمد رفعت فايد 22 ضارب مركز 2. دول طبعا 18 لاعب وهيتم اختيار منهم القائمه اللي هتلعب 14 النهارده اللي لعبوا المباراه. وبرضه احنا معانا اكيد حكام المباراه، بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين ونستعرض مع حضراتكم بعد الفاصل حكام المباراه، وايضا نستعرض ابرز المصابين والغيابات النهارده ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كنا قبل الفاصل يعني هنستعرض مع حضراتكم الحكام. كابتن ممدوح يمكن نستعرض مع الساده المشاهدين اسماء طاقم التحكيم النهارده لمباراه اليوم. اتفضل يا كابتن. حكم اول كابتن عاطف فزق، حكم ثاني كابتن نجلاء طلعت، وانا بشيد بلجنه الحكام رئيسهم مجدي حافظ ان هو بيدخل العنصر النسائي في دوري الرجال ومديهم الفرصه وبيطلع اكتر من كذا حكم، بيتحكم حكم اول. النهارده عندنا كحكم تاني نجلاء طلعت، ومسجل سماح عبد الغني، مساعد اسامه منصور، حكام الخطوط امير ايهاب، احمد هشام، ايمن اشرف، شريف جمال. تمام.
طب كابتن احمد، يمكن برضو مباراه الاهلي خلصت كلها 3-0، انما احنا محتاجين نستعرض مشوار هليوبلس. ليه؟ عشان ناخد مؤشر، او الساده المشاهدين ياخدوا مؤشر عن اداء هليوبلس في المجموعه، خاصه انها بتيجي في الثالث. فخلينا يعني حضرتك تستعرض كده مشوار فريق هليوبلس في المجموعه الاولى اللي احنا فيها. اتفضل يا كابتن. هي الجولة الأولى الفوز على اسكندرية البترول بنتيجة 3-0، الجولة الثانية الفوز على الإعلاميين بنتيجة 3-0، الجولة الثالثة الخسارة أمام سبورتينج 3-0، الجولة الرابعة خسارة من أمام الأهلي 3-0، الجولة الخامسة الفوز على الزهور 3-0، الجولة السادسة الفوز على اسكندرية البترول 3-0، الجولة السابعة الفوز على الإعلاميين 3-2، والجولة الثامنة تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية. يمكن هو المفاجأة كانت شوية مباراة الإعلاميين خلصت 3-2، يعني كانت مفاجأة شوية. وكمان يعني هليوبلس أنا استغربت، يعني الثاني والثالث يعني سبورتنج كسبت هليوبلس 3-0. برضو دي كانت مفاجأة، يعني أنا بالنسبة لي لما يبقى الثاني والثالث بيلعبوا بعض الفرق ما بقاش كبير قوي يعني. المفروض ف 3-0 يعني مباراة كانت برضو فيها مفاجأة يعني من سبورتنج الحقيقة، بس المباراة دي كانت في اسكندرية. الدور الثاني بقى هنشوف الدور الثاني ممكن مع مع الوقت المستوى يتحسن. طيب كان عندهم المباراة اللي اتأجلت كان هليوبلس وسبورتنج في يوم الجمعة اللي فات، يعني هو تأجلت عشان المباراة دي عشان السفر من سبورتنج للقاهرة، ما كانتش فعشان كده كان ماتش يوم الجمعة اللي فات، فهو ده الماتش اللي تأجل. يعني هو ده كان ماتش كان يحسم منهم يعني يحسم الدنيا الأهم أو الأفضل إن هو يتأهل للدور الثاني يعني. تمام. طب كابتن ممدوح النهاردة، يمكن هل أنت شايف الغيابات اللي موجودة النهاردة معانا في النادي الأهلي، هل يعني وجود اصابتين في مركز ثلاثه منهم اصابه هتطول شويه سعودي يمكن شرخ في الصباع، شايف الاصابات دي احنا عندنا كسكواد نقدر يبقى في مانوفر في لعيبه تلعب في مراكز مش مراكزها؟ يعني الموضوع انت يعني كراجل خبير في الكره الطائره شايف الموضوع ده ممكن كابتن محمد مصلح يجي؟ طبعا كابتن محمد عادل النهارده اللي هو دوله عنصر اساسي في منتخب مصر والنادي الاهلي، وتاثير هيبقى ليه تاثير مهم طبعا. البديل بالنسبه له يمكن لاعب عبد المحسن لاعب نادي الزمالك السابق، احنا جبناه السنه دي بيقوم بالدور طبعا، بس من زي محمد عادل وخبره محمد عادل. وفي نفس الوقت عندنا عبد الرحمن سعودي بقى له اكتر من 3-4 سنين في النادي الاهلي برضه لاعب مؤثر، وانا كان نفسي كابتن ميدو ياخد من الناشئين في المركز 3 عشان يبقى في نفس الوقت بيعمل احلال وتجديد، وفي نفس الوقت لو قدر الله وخبرك واحد مش موفق من لعيبه مركز 3 يبقى عنده البديل من فرقه 19 سنه. نعم. يمكن ده بالنسبه لي كخبرتي في الملاعب، ان لازم هو ممكن يوجه نظره ان عنده لاعب في مركز ثاني لو حصل حاجه ينقله ثلاثه، يبقى دي بالنسبه له دي حاجه جديده، انما انا بالنسبه لي تابوليت وانا عندي في الناشئين ممكن ادعم بيهم. وفي نفس الوقت زي ما بتدي في مراكز ثانيه اللي هو زياد أسامة، وفي مركز 4 بتدي الحسيني وبتدي حمزة الصافي، لازم في مركز 3 أدعم حد من الناشئين يلعب. نعم. بالذات في الماتشين الثلاثة اللي هم في المجموعة دول هيقدر ياخد الثقة وممكن يبقى لاعب كويس وأستفيد بيه في الإدارة اللي جاية. نعم. طب كابتن أحمد رأي حضرتك إيه؟ يعني هل الإصابات دي مثلا ممكن يعني خاصة إن دولة إصابته سبين أنكل يعني إن شاء الله 10 أيام ولا حاجة يكون في الملعب، إنما في إصابة هتطول يعني سعودي اصابته دولة برضو ان هي يعني هو بيجري مش مثلا من نط نزل نط على رجل، لا اللي هو بيجري بيتحرك فخبط في احمد بالزبط. صلاح لا داس على فلفه، فالحمد لله هي مش اصابه قويه. هم قالوا اسبوعين يعني نقول كمان اسبوع 10 ايام ان شاء الله، ان شاء الله يمكن الماتش الجاي ممكن يلعب او يعني اتمنى. وفي نقطه مهمه جدا يمكن وجود كابتن احمد زكريا معانا النهارده، وهو لعيب سنتر بلوك ومن افضل اللعيبه اللي جم مصر سنتر طبعاً بلوك طبعا، فهو يمكن يقول لنا الخطوه اللي خدها محمد عادل حصل نقاش بيني وبينه، انت مين اللي غلطان احمد صلاح ولا انت؟ هل الخطوه اللي انت خدتها ورحت دست على رجل احمد صلاح هي الغلط ولا لا؟ انا اقول لحضرتك انا من وجهه نظري. اتفضل يا كابتن. انا شفت الكره دي كويس واتسرع شويه. لا انا اقول لحضرتك هو راح خد خطوته، هو احمد صلاح قرا المكان شايف ان ملوش داعي ان يطلع بلوك. يعني احمد صلاح كان عينه على الناحيه الثانيه فحس ان خلاص كانت اللعبه باظت وما كانش هيطلع بلوك فخلاص ما خدش الخطوه بتاعت البلوك، فاحمد صلاح وقف مكان دوله خد خطوه البلوك يعني خد الخطوه الاول وبعد كده بص، انما صلاح بص الاول وما خدش الخطوه، فدي اللي حصل ان في ما بين طرفي البلوك حصل زي ما تقول ايه يعني ما فيش تفاهم،
نتج عنه. هي يعني عشان كده التمرين كتير والتمرين من غير كوره. رأي صح يا كباتن؟ رأي صح ولا رأي حضرتك ايه طيب؟ هو بنسبه 90% رأيك طبعا موفق جدا وحضرتك وخبره عاليه يدل ان فضيلتك على الكوره الطايره. لا ده بستمتع بالكره الطايره بامانه، دي حاجه بس انا عندي ملحوظه ثانيه ان حصل تعديل. يمكن كابتن احمد زكريا يقول لنا زمان كان السنتر بلوك بياخد الخطوه برجله الشمال الاول، دلوقتي حصل تعديل على المستوى العالمي اليمين الاول وبعد كده بيروح بالشمال. ده لو هيروح عشان يوسع لنفسه وفي نفس الوقت سرعه الكره. ده لو هيروح البلوك على يمينه ايا كان ايا كان بيروح بالرجل القريبه. لا بالظبط كده، بيروح برجله القريبه بالظبط كده. فحصل تعديل عالمي شافوا قاسوا واخبار حضرتك الايه اني مسافه اسرع بعد سرعه الكره باللعب في الاطراف بعد ما البرازيل نشات حته البوش السريع السوبر وفي 2-4 فبتاع 3 الامم ما لحقش. فعملوا ايه؟ عدلوا في الخطوات وفي الناشئين ان الخطوه الاولانيه تبقى بالرجل الاولانيه عشان ما يحصلش اصابات ويحصل سرعه مسافه اطول. هي اصابته للاعب الشمال ولا اليمين؟ لا اصابه في الرجل الشمال. طب الشمال يبقى هو الخطوه الثانيه بتاعته. هو خطوه هو خدها صح بس راح فتح رجله الشمال قوي فهو وخبر حضرتك داس على رجل احمد صلاح. فانا بقول له انا ما ينفعش رجل الشمال توصل عند لاعب مركز 2 فهو يتحمل جزء وخبر حضرتك من الخطا مش احمد صلاح لوحده. صحيح. فهو عشان كده بقول بس هي قدر. بس ارجع اقول لحضرتك حاجه كمان، يعني هو يعني البلوك ده سوء تفاهم طبعا. يعني انت ساعات تطلع بلوك فردي وثنائي وثلاثي طبعا وساعات رباعي كمان. ساعات بيحصل يبقى خلاص رباعي اديله بقى يا كابتن اديله بقى يعني واخد بالك اديله ننزل بقى ثلاث ايام شفتها مره بس ما حد يجي يساعد برضه. يعني قصدي اقول لك انا مش دايما بلاقي يعني بلوك مش ثابت. لا كان حصل مره كانت بس كانت في الدوري الامريكي او حاجه زي كده بس يعني كانت حاجه تحريك. لا اللي بيلعب ارسال بيروح يطلع الشبكه. لا كانت يعني كانت تجربه كانت ممكن تكون تجربه يعني. كابتن سامي ابراهيم عضو مجلس اداره لا كان من زمان من التسعينات شفتها. انا شفتها بيلعب ارسال بيروح على الشبكه. كابتن ليا في الفولي بول القديمه كابتن حولها لك يا كابتن. انا اتفرجت على الفولي بول القديم حولها لك كابتن سامي ابراهيم عضو مجلس اداره الاتحاد في اللجنه اللي فاتت مع الدكتور سامح حمدي. فعمل كان عامل استطلاع اقتراح مقدمه للاتحاد الدولي ليه ما يبقاش في 4 لعيبه على الشبكه؟ ليه 3 بس؟ ده هتبقى بص ضلمه. فهو بيفكر ده هتبقى ضلمه. لا اللعب يبقى سريع بس الكره اللي هتعدي بالبلوك نقطه. هو لا مشكله كبيره مفيش دفاع ان هو عايز اللعيب الرابع ينزل على الشبكه وقت البلوك بس. ما دي هتبقى ضلمه. لا صعب هيخبطوا في بعض جدا والدنيا هتبقى صعبه ما ينفعش. انا فاكر يا كابتن زمان ايام الفولي بول لما كان بتغيير سيرف احنا كنا ممكن نروح نتعشى ونرجع ونروح والماتش لسه 5-5 هو ساعات وربع ساعات وربع ساعات ثلاث ونص. طب انتوا كنتوا بتستمتعوا بده ولا كنتوا حاسين انه اوفر يا كابتن بامانه؟ وانت عشان انتوا لعبتوا ده عشان ما يعني ما كانش فيه بديل بس كان هو تمرين. عشان كده كان تمرين جامد جدا. تمرين كان يعني هو الفكر التدريب اختلف ان الفكر التدريب كان قبل كده التحملات كلها تحملات قوه وكنا يعني. طب انتوا لحقتوا الاثنين يا كابتن؟ يعني انت لعبت حضرتك؟ لا انا ما لحقتش اللي هي نقطه بنقطه لحقت نقطه بنقطه. انا ما لحقتش. طب كان اني امتع؟ انا بالنسبه لي النقطه عشان تاخدها عن مستحق وخبر حياتك مستحق يعني القانون القديم لازم يكون معاك السيرف وتاخد النقطه. نقطتين برضه كان في برضه مشكله الارسال ان الكره ما تجيش في كان منطقه الارسال كانت 3 متر بس. الكره لو لمست الشبكه بتتحسب بغلط. فهي دي هم ما يعني فتحوها بس قللوا الايه فتحوها. فعشان كده الارسال بقى كان برضو زمان الارسال كان ضعيف بالنسبه لدلوقتي. نعم. فكانت برضو الهجوم كان قوي جدا. صحيح. وكان في تشكيلات هجوم. لا كان يعني يمكن لما لو لعبنا بالقوانين دلوقتي يعني دلوقتي ممكن الماتش يتعلى يتعب على يومين. كل خطا كل خطا بنقطه. بس طب خليني برضو في نقطه كانت حصلت المباراتين اللي فاتوا. كان كابتن محمد مصطفى حميد ونزل عبد الله عبد السلام مع 4 او مجموعه من الناشئين الملعب كله ده صح صغيرين. ده صح ده اللي يعمل ونزل معهم بس عبد الله عبد السلام. ده صح. شايف ده قابل للتطبيق النهارده ولا مش قابل للتطبيق؟ وارد طبعا. كابتن عبد الله عبد السلام نجم كبير ويقدر يقود اي مجموعه من الشباب وينقل لهم خبرته ويقودهم ويدخل زي ما حصل بيدخل عصران من 6 ويدخل احمد سعيد من 6 وبيعمل فنتات. عبد الله النهارده بيصارع الكوره يمكن لما لا انا قصدي يعني بيلعب بالصغيرين. الفكر طبعا فكر لما بلاعب مثلا حتى ما انا عايز ابتدي مثلا معد لسه هبتدي معاه بلعبه مع الفريق الاساسي بالظبط عشان يقدروا يشيلوه. نعم. وبرده الفرقه مثلا هو صغيرين بيلعبوا مع المعد. يعني احنا شفنا يوسف مرجان لما لعب لعبوا مع اللعيبه ما ده فكر ده يعني فكر يعني حتى ما شفنا مثلا على المستوى العالمي مثلا مستوى اللي كان الفريق ايطاليا
الوحيد اللي كان موجود في الـ في الـ في الفرقه الايطاليه ما بيتغير الفرقه هو المعد. نعم. كان بيلعب مع فرقه حتى في بطوله اوروبا، كان الوحيد الموجود في الفرقه القديمه هو المعد. صحيح. المعد الاساسي بتاع المنتخب بتاع ايطاليا. فكره ده فكره. وخلينا اقول برضو يا كابتن، يعني برضو حاجه لاحظتها، حسام يوسف المباراه اللي فاتت السيرف كان بيدينا قوه جامده جدا في البدايه، يعني الماتش اللي فات بالذات الظهور بدا بحسام يوسف. هو سيرفه كويس جدا، من مميزات حسام ان هو سيرفه قوي وبلوك برضه قوي جدا واخد حياتك. فكابتن ميدو بيدي فرصه، مره عبد الله بيبدا مره حسام يبدا واخد حياتك، بيدي دعم ليوسف مرجان لما رجع من بتروجيت من السنه اللي فاتت، بيبدا يديله احتكاك. وكون ان هو مسجل ثلاث معدين في مباراه واحده النهارده، مفيش فرقه بتسجل في العالم ثلاث معدين، فكون ان هو دي في الاداره التمهيديه بيدي فرصه لكل شارك انه كله شارك فعلا عشان ينقلوا خبرات بعض. بس حضرتك متفق معايا او حضراتكم متفقين معايا ان الارسال نوع من انواع البدايه اللي لازم تبقى قويه؟ عشان كده يعني مع الفرق الناشئين لا خد الارسال، يعني مثلا في قرعه قبل كده زمان لا خد الاستقبال عشان اجيب نقطه، لا دلوقتي خد الارسال عشان تجيب نقطه. ان كل ما معاك الارسال انت بتكسب. يعني حضرتك كراجل فني وكوتش بتبقى وانت نازل الملعب بيبقى في حساباتك في البدايه مين اللي هيلعب الارسال يا كابتن ولا بتسيبها؟ يمكن لسه نقطه كنت بتكلم مع كابتن احمد زكريا، في مدربين كتير جدا بتختار في البوزيشنات ان المعد يبدا على الشبكه سواء في مركز اثنين او في مركز ثلاثه، فبقول له يعني ليه احنا ما بنعلمش المدربين لازم تبدا بقوه ضربه الثلاث ضريبه على الشبكه وفي نفس الوقت معاك سيرف قوي البدايه، فبتكسب ان انت كم نقطه في البدايه بالزبط. انك بتركب بالذات في القانون الجديد لو اي فرقه فرقت 4-5 بونت في البدايه فبيبقى مستريح في بدايه الجيم. هو ده اللي قصدي عليه. والسيرف احد هذه الادوات اللي انت ممكن تضغط بيها المنافس. دي حقيقه. دي حقيقه. المدرب اللي بيختار اللعيب الكويس اللي بيبدا على الارسال وساعات بيرتبهم الاقوى فالاقوى فالاقوى عشان يكسب عدد النقط كتير في بدايه الماتش. صحيح. ويركب الماتش من البدايه. صحيح. بس خلينا نقول انه مباراه يعني ان شاء الله باذن الله تسير في اتجاه ان شاء الله النادي الاهلي النهارده، وده يعني حضراتكم يعني بشكركم جدا، انتوا يعني افضتوا معايا كتير ومتعتوني. خلينا نروح لارض المباراه اعزائي المشاهدين، وكابتن عزب الشرباجي معلقنا لحضراتكم احداث الكره الطائره مباراه الكره الطائره رجال الاهلي وهليوبلس، فالى هناك.